احنا وصلنا الدراري عند محمد. يا بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم الاخوان. انتم اللهم بارك باطي ديال الفلاي شي حاجه كل شيء كيعرف الفلاي ديال الكنار. ها هي اللهم بارك على التحلات المحتوى ديالها. شحال اخي محمد هذه كتبقى؟ واش الكيلو ولا الكيلو ديطاي شحال كتبقى؟ 80 درهم الكيلو. 80 درهم الكيلو. والخنيشات الفيتامين الاخوان ها هي كتخلط معها كيمشيو مع بعضهم بجوج هادو. طبعا الا شراها من عندك شي واحد الشكاره هذيك كتمشي مشدوده فيها كتمشي في وسط منها 4 كيلو في وسط منها هذه. شحال الثمن كتمشي كامله؟ كامله كتبقى 280 درهم. 280 درهم الاخوان. مرحبا انتم الاخوان ديالي. انا ما شاء الله انا قدامه واحد الريحه واحد النسمه طالعه منا ما شاء الله اللهم بارك. التخليطه فيتامين ديالها هذيك 4 كيلو كتمشي مع هاد الخنيشه. كاينه كتجي تسطل على حسب الكميه ديال الباطي. كاينه اللي كتجي الباطي اللي كتجي فاسده ولا كاين فيها الريحه بحال ديال الافانتيا. هاد الفيتامين فيها الريحه بحال الافانتيا. انتم اللهم بارك الاخوان على الفلي على الفيتامين ديالو. ها الفلي 4 كيلو بحال الثمن عاودو اخي محمد بالكيلو 80 درهم. 80 درهم الكيلو. 280 درهم الشكاره. 280 درهم زائد طبعا الفيتامين ديالها معاها التخليط اللهم بارك. انا طبعا فاميلي انا ما كنعملش شي شهر شي برودوي ولا شي شركه يعني غنيه يعني كل تعرف يعني باطي الفلاي يعني راه كنشارك معكم يعني برودوي اللي كنخدم به الفريخات ديالي والفوائد ديالو باش حتى نتوما تستعملوها. ها هو من بعد ما تخلط الاخوان ندي منو شي حاجه الفريخات ديالي اللهم بارك. ما الاخوان خلط الفيتامين مع الباطي خلطو مزيان باش كلها يدي حقه يا محمد. اه كل واحد يدي حقه. تبارك الله عليك الحمد. انتو شي بركه للاخوان الطويرات ديك البركه اللي في الدار تهلاو فيهم. انتم اللهم بارك. من بعد ما خلط الفيتامين او كيرد لهم الشكاره باش كيبيعها بالعبار للاخوان ديالنا اللي خصو شي حاجه مرحبا دخل عليا بريفي نخلي لك النمره ديال السيد ونوريك الموقع ومرحبا في اي وقت. الاثمنة انا قلت لكم 4 كيلو الفيتامين ديالها 280 درهم شكاره مكموله. ديطاي شحال كتبقى ديطاي الكيلو؟ 80 درهم من الكيلو الاخوان. شي حاجه انتم كتشوفوا بعينكم الاخوان ان شاء الله تحلت تخلطت دابا. شكرا الاخوان. السلام عليكم. اذا فاميليا باقي ان شاء الله غادي نعملوا زياره اخرى للمحل عند الاخ محمد نشارك معكم برودويات ولي زاكسيسوار اللي عنده تما في المحل والاثمنه باش كلشي يعرف الاثمنه اللي كاينه هنايا في تطوان وفي المغرب عموما. شكرا فاميليا على المتابعه ونخليكم مع تغاريد طائر الكناري الاسباني التيمبرادو ما شاء الله اللهم بارك. الاصحاب الولاعة ديال التغاريد وديال النغمات اللهم بارك. خليكم مع الفيديو. شكرا اصدقائي نتشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.